شيخ مشايخنا هو وين ادونك هذا كم ذا شيخ ابو الحسن الددو محمد الحسن الددو اوضو ذكرنا ايشان قاركين ان بضن وتاملات قران كلي وحيري ومن سورة سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق ومن شر غاسق اذا وقب وليش هو اختلافي بويري تفسير كذا ان بضن علمضو مالا كلاي يروق روقين أنا جوه حي إلى تهي بيرو قلبي كوشر حن أن الغاسق إذا وقب مشى وحلوج إذا بير عذر كان هذا فافي إذا تكاد وفا في كنسل كا ما رك كاسو سو يري مركا سورة داسي وسورة شفاء من كل الأمراض رمان ولا لها ورقها سو قرتي رجل دمر بلا وحكوان لها إن سورة هذا وخرستان سورة دا إني إن بدن كوع العليا لأنه وحي الشفاء تهي وعافمات كتهي وحرز إلى لنا كتهي كي أي كل عذينا أي عافمات يشفاء تهي لما أمراض هاد يعذر هذا لقى الشيخ أنا إيه كلا دون لشيخ أنا دين شيخ ينا من باب استئناسه وتفهمه وتدبر كيسة أي أيوة لأنه وحا آدي لموقته أنها شملت عذر كان لقرن لا يهي إما اللورد قال لا يهي عالم كيوردن كوريري أي سوق ليس أبو إلو من شر غاسق إذا وقب نبي عليه الصلاة والسلام ولي كما تقن بالي هبيكم مركو ساحاني حتى مركي في سكرة الموت أها أو سقو أسن أخري كرين أمنا عائشة رضي الله عنها زوجتي سادوات أنت واغر ذي وحيث اللي ولي بقى عنتي سقعمه لبركتهما لبركتها أيا نقط في بيتري مركز أن أمري يجركيسي عليه الصلاة وأزكى السلام مرنا بإنا لقيت نورت مركز سيحنيسو إن 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 سدح ذا سورة ضد قل هو الله أحد ولا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس وجرك أذكوما سحدو وحنكلون يذكوها يا في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام ثوب كيسي يقويسي ماشي قصة حضو كأنه ثوب زياد سليد كان إبيو كلام من كثرة سليد فوائد باكو جرته وين سليد ولبا خاصة تن زيتون كأ إلهي وسجارة بركة ذا القرآن كإلهي وشاري وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين آية النور وكشاقي سبحانه وتعالى وشجرة مباركة إلهي وكت المامي زيد كذا لقم ميري وزيد بركيسا إن أي عادة إنه نقطه إن أنا نجرك أنا كما سحنه إن شاء الله تعالى زيد كاس سليدة قرآن كو أقرني وجرك أقم مرسي وحضر إن شاء الله تعالى دبدا بيسوق أركي ميسيد بإذن الله تعالى لكن ديدا إي عادة كله ومن السنن المتروكة كمتها السنوية ليس كدائي أي كمتها لكن شيخ عبد الرزاق واحد عزوزته أبا شاء على سوف رحمة الله عليه ولقيها بين سقون سليد برسا مسحا ما رأيته قط في حياتي بدون أن يجركي سور لنوسا سليد مرين سقون ساحة ولقيها معنا ففيها سر عجيب نور كبير نواسلس ما ينام أبدا إلا بالزيت جركي سور لن ما قالت وحاوي فوائد فرب ذنبا كجرا خير فرب ذنبا نكارغني قال ان شاء الله تعالى سوره ذا سدح ذا سوره ذوت خاصه سوره الفلق قفكي سيجاره عذر وشيغني انا وحاولنا لها وردي بكدي قبا افرتن غور اخري بقول غور اخري سدح بقول يا سدح يتوان بفوائد بذنبا لوشيغا اخري ان شاء الله تعالى لبودن اركي ميسد حرزنا ويكون قريشا باذن الله تعالى قرآن كفوائد سلمة كوبي كرو هذه نقطة استشفاء هذه نقطة سلامة القلوب يا قلبي جاجا أكون نوري إلهي سبحانه وتعالى قلبي جاجا نور وقليو هذه يكون نقطة قوة يحوك شخذ هذا غبن دونت واحد دون طبعا نقطة معلم نقو إن هو يقول إذا نقشي المه هذا واحد دون تنقو ذكر جا إلهي أرورتي كوب الله بنيسو أي قوة كوة وعلي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صبحي بعد الفجر سوف فرسته برقدي قرتي الظهر كي كله ذهي
بذكري ككعجري محاسن ويا لي سابولي وحيري وابا وقوة ذي دبويري وقوة هدا أنا سايل لا أقوم تأليفات كيسية كتب تيجي وحصرنا ما بأقوم كربو إلى هدانا زاد كصبح قاضنن فذكر الله إله ذكر جيسا من قرآن وتلاوة وتسبيح وتهليل قوة يكون لكل خير إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم لما أنت وإذا وذا سلام يا وأنا سوى دعينا دعاء من دعيسنا إن شاء الله تعالى بعد أن نسمع كلام الله ثم إن شاء الله.